اخواتي، انا عارف ان الرقم كبير جدا، بس انتوا قدها، واحنا عارفين بعض رجالة وبنسد البعض في اي حاجة. بالله عليكم، بالله عليكم، انا كان نفسي في الطلب ده من زمان جدا وما صدقت جه. اقفوا جنبي بالله عليكم، هما بس 100,000 لايك و500,000 كومنت و20,000,000,000 شير وادخل الجنة. اقفي جنبي، سلام عليكم. اجيب كام كومنت وادخل الجنة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كان لو سمعتوا اي تخبيط معلش سامحوني، الجيران بيشطبوا شقتهم فلازم استحملهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سواء. اجيب كام كومنت وادخل الجنة يا معلم؟ اكيد طبعا كلنا دلوقتي متابعين الترند اللي ماشي دلوقتي على السوشيال ميديا. اجيب كام كومنت واكسب عجلة، اجيب كام كومنت واكسب مش عارف رحلة، اجيب كام كومنت مش عارف ايه. درجة ان انا لسه شايف من شوية واحد اطلب منه ان هو يجيب 200,000 كومنت ويكسب عربية. حلو جدا. تجيب كام كومنت تخش الجنة. للأسف صحابك وقرايبك وحبايبك على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا او على الارض ممكن ينفعوك في الدنيا ان انت تكسب حاجة زي دي، عجلة، عربية، رحلة، عمرة، حج، اي حاجة ممكن البشر يقدموها لك. انما الجنة بالذات موقف صعب جدا. القرآن مثله لنا وحكاه لنا، هيحصل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا مالك ولا عيالك هينفعوك، ولا كومنتات الدنيا كلها هتجيب لك الجنة ببلاش. الموقف الثاني الصعب جدا 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 يوم القيامة هو الفرار من الأهل والأصحاب والأولاد والآباء والأمهات. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته اللي هي زوجته وبنيه اللي هم أولاده، كله هيجري من بعضه. حسنة، حسنة واحدة بس بالله عليكم عايزها هدخل الجنة بيها؟ لا يا حبيبي أنا أولى، مش أقول لك ابني أو لا لا لا، ده أبوك اللي بيقول لك كده، أنا أولى. فمفيش حد هينفعك. وخليك عارف وتيقن وكن على يقين إن الوصول للجنة مش سهل، صعب. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، الجنة أو حفة الجنة بالمكاره. كل اللي انت بتكرهه وتقيل على قلبك هتلاقيه كده حوالين الجنة، مصفوف حواليها كده. عشان توصلها لازم تعدي كل الحاجات دي. والنار حفت بالشهوات طبعا المحرمة، كل اللي قلبك يحبه واللي نفسك تحبه في معصية الله هتلاقيه، ونفسك بتتوق إليه هتلاقيه ملفوف حوالين النار كده وبقول لك تعالى حبيبي. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلازم تكون عارف ده، لأن معرفتك بده هو أول خطوة في عملك للجنة. ما هو إزاي أنا هعمل أو هشد حيلي شوية في الشغل وهشتغل أكتر علشان أجيب العربية دي إلا لما أعرف سعرها كام ومميزاتها إيه وهتفيدني بإيه وهتريحني قد إيه. فلازم أنت تعرف ده كله عن الجنة، تمنها إيه، مميزاتها إيه، هتفيدك في ايه، هتنقذك من ايه، هتريحك ازاي، او هتكون مرتاح فيها قد ايه. لازم تعرف ده كله. والله خاطرة كده جت في دماغي وانا بقرأ احد البوستات اللي من النوعية دي، اجيب كام كومنت واكسب كذا. فسبحان الله قلت في الدنيا الناس ممكن تساعد بعض ان هي تكسب حاجة معينة، فالجنة مفيش حد هيساعدك فيها. وسبحان الله هتلاقي الدنيا والشيطان ونفسك الامارة بالسوء وشياطين الانس قبل ده كله عمالين يلهوك عن الجنة. هتيجي يوم القيامة كده لوحدك، وهتطلب المساعدة من حد، هتطلب من ابوك، من امك، من صحابك، من حبايبك، كله تمام، وكله هيبقى عدوك، معرفكش، انا اولى. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ربنا رب يجعلنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لو مش مشترك معانا على قناه اليوتيوب ادخل على اليوتيوب اكتب اسامه البهنسي هتظهر لك القناه، اشترك وفعل الجرس. وعلى الفيسبوك صفحه اسامه سعيد البهنسي طبعا، لايك بقى وكومنت وشير في الخير. ربنا رب يجزينا جميعا خير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.